أفقت البارحة على ذلك الشعور الملح لدي أنني يجب أن أفعل أمراً مهماً جداً ولكنني لا أستطيع تذكره، أمر لابد علي من فعله الآن وبسرعة ولكنني لا أستطيع تذكره. صفنت وأخذت أبحر في التفكير باحثاً عن ذلك الأمر في عقلي لعلني أتذكره، فلا أعلم ماهيته ولكنني أشعر أنه مهم جداً. كانت لحظة غروب عندما غفت عيني على أريكة لدي في صالون غرفتي وشمس الغروب تدفئني من الطابق 20. كانت هذه الغفوة بمثابة مسح مؤقت لذاكرتي، فلا أتذكر بعدها ما كنت سأفعل. تمنيت لو لم أنم تلك الغفوة. جلست بعدها على نفس الأريكة متمددا ناظرا في سقف الغرفة أفكر بذلك الأمر لعلني أتذكر، فغفت عيني هناك مجددا. وعندما أغشاني النوم أول ما حلمت به أنني نسيت غاز المطبخ مفتوح. نعم إنه الغاز، قلت لنفسي، فاستيقظت فزعا وهرعت إلى المطبخ وإذا بالغاز مغلق وليس الغاز. أصابني الإحباط لأنني أعلم علما اليقين أن هناك أمر مهم يجب علي فعله الآن وبسرعة قبل فوات الأوان ولكنني لا أستطيع تذكره. كانت الشمس تغيب رويدا رويدا والسماء ينقلب لونها من النور إلى العتمة، وأنا هناك متسمرا في صالون منزلي أفكر في ذلك الأمر. كنت صائما حينها، فتمنيت لو أستطيع شرب فنجان قهوة يعيد لي بعض النشاط لعلني أتذكر. بقي على المغرب 10 دقائق حزينة حائرة. هل نسيت أن أكلم أحد مهم؟ هل نسيت محفظتي مثلا؟ هل نسيت مريضا ما؟ ماذا نسيت؟ وحينها نادى منادي من الأرض يقول الله أكبر الله أكبر، أذن المغرب. حينها تذكرت أنني لم أصلي العصر. السلام عليكم، أنا محمد غنايم، سأكلمكم اليوم عن الصلاة. لعل الله يغفر لنا تقصيرنا وسهونا. للعلم قضيت صلاتي واستغفرت الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يسألني أحد المتابعين سؤال صادم يقول يا محمد ما حكم الصوم بدون صلاة؟ أنا أصوم ولكنني لا أصلي، ولكنني أحب الصلاة وأحب أن أكون من المصلين ولكنني لا أملك إرادة لذلك. في البداية أسأل الله أن يغفر لك وأن يهدينا وإياكم. يا أخي تارك الصلاة لا يقبل منه عمل ولا زكاة ولا حج ولا شيء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. ولكنني الآن هدفي ليس مساءلتك أو توبيخك، فمن أنا لأفعل؟ والله أرحم بك وهو أرحم الراحمين، أرحم بك من أمك، تخيل. بل هدفي يا أخي ليس ما مضى بل ما سيمضي. لماذا لا أصلي؟ أو لماذا أقطع في الصلاة؟ لو سألت نفسك هذا السؤال ستجدك مجيبا هي النفس الأمارة بالسوء. لا أملك إرادة قوية لأصلي 5 صلوات في اليوم كثيرة، والملهيات تحول بيني وبينها. ألا تعلم أنها كانت 50 صلاة في اليوم والليلة؟ يعني يجب عليك في اليوم والليلة أن تصلي 50 صلاة. ثم لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى صارت 5 صلوات. ولو نظرت للأمر من زاوية مختلفة تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يسأل الله التخفيف أكثر، ولكنه استحى، قال استحييت من ربي، وكيف لنا نحن لا نستحى وهي فقط 5 صلوات. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل أجر 5 صلوات بأجر 50 صلاة، تخيل. لو سألت أي شخص قاطع أو مقطع في الصلاة عن حاله النفسي أو المادي أو الاجتماعي ستجده يعاني الهم والضيق، وهذه نتيجة طبيعية لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتحب ذلك؟ لا طبعا. لذلك قلها لنفسك من الآن، سأصلي، سأتوب، سأكون من التائبين. الله سبحانه وتعالى يحب التائبين. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين. الله سبحانه وتعالى يحبك تائبا، ومن رحمته بك أنك تستمع لهذا المقطع الآن مع أنه كان بإمكانك أن تغلقه أو لا تصل إلى هذه الدقيقة أو لا تفتح هذا المقطع أساسا. وهل يقابل الحب إلا بالحب؟ وكيف يكون الحب إلا بالتقرب للمحبوب؟ وأنهي كلامي بقوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني تخيل عندما تقرر أن تتوب وتصلي الله سبحانه وتعالى يبشرك بأن كل سيئاتك ستنقلب حسنات. تخيل، يعني لا يوجد بمثل هذا الكرم. يعني بعض الأشخاص لديهم جبال من السيئات في لحظة تصبح كلها حسنات، سبحان الله. فأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين ويرزقنا وإياكم الجنة أسمى الأماني، ودمتم في أمان الله.